للحديث عن انطلاق أسبوع القدس العالمي والفعاليات المرافقة له، معنا من إسطنبول رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج السيد نواف التقروري. أستاذ نواف، ما الجديد هذا العام في فعاليات أسبوع القدس العالمي وحساسية انعقادها هذا العام في ظل الحديث عن توسع الاستيطان في القدس؟ أستاذ نواف تسمعني؟ الآن الصوت خفيف جدا، يعني قبل شوي كان صوت الأخ عالي. نعم أستاذ نواف، ما الجديد هذا العام في فعاليات أسبوع القدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أولا أسبوع القدس جاء هذا العام مع حدث زلزال في جنوب تركيا وشمال سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من قضوا فيه هذا الزلزال، أن يعافي الجرحى وأن يمن على الأهالي بالصبر والرضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في سوريا وتركيا. والحقيقة الجديد في هذا العام أن متابعات أسبوع القدس في هذا العام تأتي في ظروف خاصة من عدة وجوه. من أولا من حيث تركيز الاقتحامات الصهيونية ومضاعفتها في هذا العام، ومن والجانب الآخر هذه الحكومة الإجرامية الجديدة المتطرفة التي يتولى بن عسير بذاته أحد وزراء هذا الكيان، وزير الأمن في هذا الكيان، يتولى تفعيل وتحريض الصهاينة والمتطرفين والمستوطنين على اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في أجواء كيد يراد بالمسجد الأقصى المبارك، ما يجعل لهذا الأسبوع في هذا العام أهمية كبرى وضرورة أكبر في متابعة شأن المسجد الأقصى في بلاد المسلمين جميعا. نعم، ماذا على مستوى الإنجازات من العام الماضي؟ ماذا تحقق عمليا مع وضعكم برنامجا وأهدافا لإحياء القضية الفلسطينية؟ والله بفضل الله تعالى، أولا أن تتداعى هذه المؤسسات ليس لمجرد الأسبوع، بل أن تشكل عندنا أكثر من 40 أو 50 هيئة علمائية لجان للعمل للقدس طوال العام. أنا أعتقد أن هذا من إنجازات وتفعيلات أسبوع القدس العالمي. ثم أن يتحرك المسلمون في هذا الأسبوع توعية العلماء والمؤسسات، أكثر من 400 مؤسسة شارك في هذا الأسبوع في حوالي 40 دولة، هذا أيضا هو طبعا المشاركة في واقع الأسبوع. أما البرامج وضع الخطط التي وضعت والمتابعات التي نتابعها مع المؤسسات ومؤسسات العلماء ومؤسسات المجتمع المدني هي من الإنجازات بفضل الله تعالى. التوعية والتدريس والحديث والمعارف المتعلقة ببيت المقدس لا شك أنها تضاعفت وحصل الحراك تجاهها في كثير من البلاد، وهذا كله بفضل الله تعالى، أو على الأقل خلينا نقول أسبوع القدس له سهم في ذلك. والخطط التي وضعت العام الماضي ربما لا أقول أنها نفذت 100%، ولكن بنسبة كبيرة نفذت في البلاد محاضرات ووعي وتربية وإعداد ودراسات، بل بالعكس أن حتى الدراسات المقدسية دخلت بعض الجامعات. نعم أستاذ نواف، إصراركم كعلماء على إيصال المساعدات لسوريا مع رفعكم لملصقات فعالية أسبوع القدس، إلى أي مدى يمثل أهمية للمتضررين من الزلزال في تركيا وكذلك في سوريا خصوصا؟ طبعا أخي الكريم، هذا واجب العلماء، هذه الالتفاتة من العلماء التفاتة واجبة، وهو يمثل أن العلماء يتصدون ويتقدمون ويحرضون الأمة في كل مواطن حاجتها ومواقع اللزوم وقضاياها، فهم وإن كانوا يتصدرون أسبوع القدس
العالمي ويحركون الأمة باتجاهه. إن الأحداث التي تقع هنا وهناك في تركيا في سوريا في أي بلد من بلاد المسلمين العلماء حاضرون وجاهزون. والحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مضى. الحقيقة أن هذه اللفتة وهذا الوفد وهو وفد الحقيقة مقدمة لوفود علماء الاتحاد العالمي وعلماء الأمة كان لها أثر كبير وكانت بلسما لجراح أهلنا في تركيا وفي سوريا وقد تلقاها الناس بالقبول والرضا بفضل الله تعالى. لا شك أن هذا هو واجب العلماء وضرورة أن يتقدموا وليس من رأى كمن سمع. الحقيقة أن رؤيانا لما رأيناه من آلام ومصائب ومن صبر ورضا وباعث لتحريك الأمة في كل مواقع وجودها لإمداد أهلنا وتكفيتهم وعونهم وإغاثتهم. وأنا أعتقد أن هذا يمثل الدور الميداني للعلماء كما أن الناس هناك كما يحتاجون من يغيثهم بالطعام والشراب والمأوى يحتاجون من يغيث نفوسهم بالتثبيت والتصبير وهذه لا شك مهمة العلماء. كيف تابعتم أستاذ نواف هذا الدعم يعني الإنساني لما جرى لصالح المنكوبين من الزلزال؟ تزامن أسبوع القدس العالمي مع نكبة الزلزال، هذه التبرعات من الفلسطينيين عامة ومن أهالي القدس خاصة إلى أي مدى تشير إلى دعم الشعوب بعضها البعض؟ فضل الله تعالى هذه الأمة أصيلة. هذا الدعم يعبر عن أصالة شعوب هذه الأمة وتفاعلها. والحقيقة أهل القدس وأهل فلسطين ليس غريب عليهم، فهم المنكوب والمكلوم هو أكثر الناس إحساسا بالمكلومين. وأهلنا في فلسطين لأنها تمر عليهم النكبات الصهيونية كل يوم إن إحساسهم بحال أهلنا الذين وقع عليهم البلاء والضرر كان لا شك متميزا، مع أنني أشهد وأعلم وقد تابعنا جميعا أن الأمة في كل مواقع وجودها كانت متحركة. ولكن لا شك أن الحراك من أهل القدس وفلسطين له طعم آخر، فإن المنكوب والمكلوم عندما يؤثر غيره ويضحي من أجل أن ينتبه لغيره فلا شك أن هذه مرتبة عالية في تماسك هذه الأمة وتضافر جهودها فضل الله تعالى. ودائما عودنا أهلنا في فلسطين في القدس في الضفة في غزة في 48 على أن يكونوا حاضرين رغم انشغالهم بقضيتهم المباركة التي تدعمهم فيها الأمة جميعا، حاضرين في قضايا الأمة جميعا. وأكيد الكل تابع هذا النشاط وهذا الجمع من أهلنا، قد لا يكون بلغ ما حصل في بلاد أخرى وإن كان جيدا بالنسبة للمستوى المعيشي لأهلنا، ولكنه يعبر عن تضافر جهود الأمة وتكاتفها وتكافلها مع بعضها البعض. من إسطنبول رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج الأستاذ نواف التكروري، شكرا جزيلا لكم.